بعد نجاح تجربته في فيلم الهرم الرابع ومسلسل حارة اليهود وصلاح عبد الدين، بيستعد حاليا النجم التونسي نجيب بالحسن لدخول تجربه سينمائيه ثانيه وهي فيلم طلق صناعي. نجيب بالحسن بيكمل مشوار بدأوا قبله فنانين توانسه كتير منهم هند صبري ودره وفاطمه ناصر وغيرهم من النجوم اللي شايفين مصر مركز للشهره والنجوميه في العالم العربي كله. في كتير توانسه جو هنا وناجحين والحمد لله، يعني شرفوا تونس وشرفوا كل العالم العربي. بالنسبه للرجاله، في ظافر نجح، يعني شخص لذيذ وممثل محترم قوي، ويعني في كمان تميم عبده، انا شخصيا ما بعرفوش، هو كان من الاول منتج ودلوقتي بقى ممثل. رجاله واولاد ما فيش حد تاني بعرفه يعني كده على طول. بنات هند صبري اول ما جت يعني شرفت تونس على طول، ودره، وفي كذا ممثله تونسيه يعني دلوقتي مشرفين تونس، فاطمه ناصر، دارين حداد، سميره مجرون، في كذا ممثله، فريال يوسف، يعني ان شاء الله الحمد لله ناجحين وان شاء الله ينجحوا اكتر في المستقبل. المره الاولى اللي دخل فيها نجيب بالحسن مصر كانت من خلال مشاركته في اول دوره من مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه بفيلم تونسي، ومن هنا بدات الادوار تتوالى عليه. اول مره جيت مصر كان سنه 2012، ساعتها جيت مع فيلم تونسي، كان أول مهرجان سينمائي إفريقي بيتعمل في الأقصر، كانت سنة 2012. وبعدين جيت القاهرة تاني سنة 2014، ساعتها مثلت أول مرة في مصر في الدراما المصرية في مسلسل سرايا عابدين، وقمت بالدور سلطان عبد العزيز. وبعدين 2015 رجع تاني وقمت بالدور في الجزء الثاني، نفس الدور سلطان عبد العزيز. وبعدين مسلسل حارة يهود اللي اتعرض سنة 2015 رمضان اللي فات، وابتديت دلوقتي السينما يعني مع الهرم الرابع. نجيب لما جه مصر وشارك في مسلسلات اكتشف ان عدد الدراما اللي بيقدمه في مصر مقارنة بتونس هو كبير جدا، وبالتالي فرصته في مصر اكبر للشهرة وتحقيق احلام. هو بين تونس ومصر في اختلاف، يعني خصوصا في شهر رمضان، يعني هنا في مصر السنة اللي فاتت كان مش عارف قد ايه، تقريبا اكتر من 50 مسلسل، السنة دي اقل بكتير، بس بقول كتير مسلسلات بالنسبة لتونس. السنة اللي فاتت يعني تونس كان في 5 مسلسلات، ده رقم قياسي بالنسبه لتونس السنه اللي فاتت. السنه دي يعني متهيألي مسلسلين، 3 مسلسلات، يعني في فرق واضح جدا. هنا في مصر في صناعه، بالرغم انه عدد المسلسلات بقى اقل كتير من زمان، بس السينما التونسيه كمان راجعه السنه دي، يعني في كذا فيلم، كذا منتج، يعني كذا مخرج عامل فيلم سينمائي، يعني ان شاء الله تونس في المستقبل هتبقى افضل من زمان في السينما. وكمان انا شايف مصر راجعه بقوه بطريقه قويه جدا. مسلسل سرايا عابدين كان هو فتحه الخير على الفنان التونسي نجيب بالحسن، واللي من خلاله اترشح لاعمال تانيه كتير. رشحوني في مسلسل سرايا عابدين، قمت بكاست عادي مع دايركتور بتاع كاستينج مروه جبريل، يعني قمت بالكاست باللغه العربيه. بعدين رجعت تونس وبعد يومين كلمتني قالت لي نجيب الحاجه عمرو عرفه اتفرج على المشهد بتاعك وعجبه قوي ولازم ترجع عشان الدور هيبقى بالتركي. قلت لها انا ما بتكلمش تركي، انا تونسي على فكره. قالت لي لا مفيش مشكله، يعني لازم تيجي مصر عشان نظبطولك يعني اللغه، اللكنه، اللغه التركيه مع يعني مدرس تركي. والحمد لله رجعت هنا مصر وقمت بالدور. اما دخوله لعالم السينما فكان عن طريق بنت بلده الفنانه التونسيه فاطمه ناصر، واللي كلمت له المخرج بيتر ميمي عشان يشارك في الفيلم. الترشيح جاني عن طريق صديقتي اللي هي ممثله تونسيه فاطمه ناصر، وانا بشكرها، وهي دلوقتي بتشتغل قوي في رمضان وربنا معاها. يعني كلمتني قالت لي نجيب، في انا كنت فاكراك في فرنسا، وانا المفروض كنت اروح فرنسا، فبقيت هنا في مصر عشان اجلت ميعاد فرنسا كده، وجاني الفيلم هرم الرابع. فكلمتني قالت لي انت في مصر، عاوز يعني رشحتك على الفيلم، كلمت منتج سيف عريبي، فكلمني هو بعدين، كلمني قال لي انت في مصر دلوقتي، قلت له اه انا في مصر، قال لي عاوزين نشوفك، والمخرج بيتر ميمي عاوز يكلمك، فكلمني بيتر وظبط كل الحاجات معاه يعني، واتفقنا ومسألة هرم الرابع كده بسرعه. وحاليا بياخد الفنان نجيب بالحسن تجربه جديده من خلال تاني فيلم سينمائي ليه في مصر، وهو فيلم طلق صناعي. بالنسبه لطلق صناعي مش عارف مين رشحني، كلمني المنتج كده على طول،
فقال لي المخرج عاوز يكلمك واتفق معاه. حصلت نفس الحاجة مع الهرم الرابع، فكلمني المخرج، كلمنا على الشخصية كده، وقال لي لو ممكن تعدي عليه عشان نتكلم في الشخصية. فظبطنا كل الحاجات واتفقنا ومضيت العقد. وفي آخر لقائنا معاه قال نجيب إن شكله الأجنبي ممكن يكون سبب نجاحه في مصر، وإن منتجين ومخرجين كتير لما بيحتاجوا شخصية أجنبي بيجيبوا نجيب على طول. يعني شكلي يدي أكتر أجنبي، خواجة زي ما تقولوا هنا في مصر. وعلى فكرة في حاجة ظريفة جدا، من الأول لما كنت أخد تاكس من الأول يعني من تقريب 6 شهور، سواقين تاكس كانوا يقولوا لي أنت منين بقى، من فرنسا إنجلترا؟ أنا شايف اللغة المصرية بتاعتي ابتدت تتظبط، بس في حتة الشكل دي هتبقى يعني مش هغير شكلي، دي ممكن تبقى ميزة خاصة يعني. في ممكن مخرجين خصوصا تلفزيون يعني عاوزين ياخدوا ممثلين مصريين يكونوا شبيهين المصريين، بس ممكن في مخرجين مثلا عاوزين ممثل مصري بلوند كده شكله أجنبي بس يتكلم مصري عادي. ممكن ده يحصل وده يحصل كمان.